صحيح ان احنا لسه في غمرة الفرحة او في يعني عز الفرحة والنشوة، بس لازم نبقى مركزين في شوية حاجات. واحد، انه ليلة الماتش دي كانت ليلة مهمة جدا بالنسبة لكل المصريين، وعلى رأي كابتن بكر اللي كان في البلكونة دخل، واللي كان عنده محل قفل، واللي كان نايم صحي، واللي كان صحي ركز وفنجل عينيه كويس قوي. الكل كان بيتفرج، والكل كان بيقول يا رب، والكل كان عنده أمل وخايف يقاطع، الكل كان بيدعي وبيخمس. عملنا كل حاجة، كل واحد كان عنده طريقة يدعي بيها دعا بيها. وجه الماتش، الناس متخيلة أو في ناس ممكن تتخيل أنه كان في 11 لاعب بيلعبوا في المستطيل الأخضر، 11 لاعب لابسين تيشيرت منتخب مصر وبيلعبوا الكونغو. الحقيقة أنه كان في 100 مليون لاعب قاعدين بيلعبوا قدام المستطيل الأخضر. بصوا، عشان يعني ما يبقاش في مبالغة، أنا مش عارفة هم 100 مليون إلا كام نفر أكيد يعني، إنما هم أكيد في مجموعهم 100، وما أعتقدش إن أنا ببالغ. حتى الناس اللي ملهاش في الكورة، حتى الناس اللي عمرها ما اتفرجت على ماتش، كلهم حتى بقلبهم كانوا بيدعوا، كلهم كانوا بيحاولوا يسألوا هيا يا ولاد جبنا جون ولا لأ، كسبنا ولا لأ. إنما اللي كانوا قاعدين قدام التلفزيون، لا، اللي قاعد في بيته، واللي قاعد على القهوة، واللي قاعد حتى في شغله، كله كان قاعد بيلعب مع الحداشر لعيب. احنا النهاردة معانا مجموعة من اللعيبة، كل واحد كان بيلعب في منطقته. في ناس كانت بتلعب في الملعب الأخضر معانا، وكان في ناس قاعدة في المقصورة بتتفرج وبتلعب، وكان في ناس في مسرحها قاعدة عمالة تأدي الدور بس قلبها وروحها عمالة تتفرج على الماتش وبتلعب. كل واحد من مجاله. معانا مجموعة من النجوم، نجوم من كل المجالات، نجوم لعبوا حتى لو ما كانوش فعليا في تشكيل كوبر، بس هم كانوا في تشكيل المئة مليون. نجم إعلامي، نجم رياضي، نجم فنان، كل النجوم كانوا هيقولولنا مبارح لعبوا ازاي، وكانت ايه خطة اللعب، والفرحة كانت عاملة ازاي. بعد الفصل